هل قاوم عبد الله أوجلان أم استسلم؟ مرت 23 عاما على عودة أوجلان لحضن تركيا في 15 من شباط 99، وخلال 23 سنة المنصرمة كثيرا ما برزت تساؤلات حول ما الذي قاله أوجلان لتركيا، وكيف أسس علاقاته معها؟ ماذا طلبت تركيا من أوجلان؟ هل قاوم أوجلان أم أنه استسلم للدولة التركية؟ فهناك أدلة كثيرة تكشف عن العلاقات بين عبد الله أوجلان والدولة التركية، ولو فرزناها وفق تسلسل زمني لكانت كالآتي: أولاً، إفادات عبد الله أوجلان ما بين 16 لغاية 21 شباط عام 1999 أمام الإدعاء. ثانياً، اعترافات أوجلان خلال لقاءاته مع محاميه منذ أعوام والتي نشرت تحت عنوان لقاءات إمرالي. ثالثاً، إفادات عبد الله أوجلان مع محقق الدولة، أي ما قاله حسن آتيلا أوغور. رابعاً، الرسائل السرية التي بعثها عبد الله أوجلان للبككة، غير أنه للأسف الشديد لم نستطع الحصول على هذه الرسائل. فهذه الوثائق الثلاثة الأولى والتي نستطيع الوصول إليها والحصول عليها تمنحنا الكثير من المعلومات الهامة حول موقف أوجلان في إمرالي. وعندما يطلع الإنسان على هذه المعلومات يتضح له أن الحقيقة هي أنه لم يقاوم عبد الله أوجلان أمام الدولة التركية مطلقاً، وأنه قبل منذ أولى لحظات اعتقاله خدمة الدولة فيما تطلب منه برحابة صدر ودون إكراه، أي أن أوجلان استسلم. المعلومات حول موقف أوجلان في إمرالي كانت تتعرض للطمس والكتمان أمام الرأي العام من جانب الباككة والدولة التركية على حد سواء، وبذلت محاولات جادة لإبداء آبو كمقاوم عظيم في السجن، فتم طمس قضية استسلامه وأبدي كبطل أسطوري. فأوجلان بطل سيصبح مصدر استفادة الطرفين. لهذا تم كتم حقيقة أوجلان عن الرأي العام عموما والشعب الكردي على وجه الخصوص. فالباككة اتهمت أطفال كردستان تركيا ذوي 17 و18 عاما بالخيانة والعمالة عندما لم يقدروا على الصمود أمام صنوف التعذيب، وقتل العشرات من الكرد البائسين والأميين على يد الباككة بتهمة التجسس للدولة، واتهم من انشق عن صفوفها أو قام بانتقادها بالتجسس والخيانة. غير أن عبد الله أوجلان وخلال اعترافاته بين 16 لغاية 21 شباط 99 وسخائه المنعدم النظير بإعطاء عشرات المعلومات حول نفسه وقادة الباككة ونظامها للدولة وكشفه لهذه الأسرار واحدا تلو الآخر للدولة، أي الكشف عن أسرار الباككة للأعداء لم تكن خيانة أو عمالة للدولة. فشمدين ساك أحد القادة القدامى للباككة اتهم بالخيانة العظمى من قبل هذه التنظيمات كون الباككة اتهمته بإعطاء معلومات للدولة وأنه ندم واستسلم للدولة، غير أنه ولدى الاطلاع على إفادات شمدين ساك لم تكن بقدر اعترافات وإفادات أوجلان للمحكمة ما بين التاريخين المذكورين، وندمه لم يكن كندم أوجلان، كما لم يعطي ساك المعلومة حول المدنيين الذين تعاونوا مع الباككة بقدر إعطاء أوجلان للمعلومات حولهم. رغم كل هذا، فمن اتهم ساك بالخائن العظيم هم أنفسهم من وصفوا أوجلان بالبطل الأسطوري، فأحيكت أسطورة المقاومة والصمود حول أوجلان. لولا هذه الوثائق الثلاثة الهامة والتي تحدثنا عنها والتي كشفت حقيقة استسلام أوجلان، فتعالوا لنشاهد الاعترافات 36 ورقية والتي اعترف بها أوجلان لثلاثة محققين للدولة التركية، هم كل من طالات شال نوح متى وهمزة كيلاشين محقق المحكمة الأمنية للدولة، حيث تحمل هذه الإفادات إمضاء عبد الله أوجلان. أوجلان يلقي بمسؤولية العمليات الانتحارية على القادة النسوية والنشطاء، فعبد الله أوجلان والذي كان يفتخر بقوله الإنسان يحرق نفسه ويفجرها من أجلي، إلا أنه تراجع عن موقفه في اليوم الأول من اعتقاله والتفت إليهم بظهره وأنكر عليهم ممارساتهم. فبداية التحقيقات كانت الأسئلة والأجوبة على النحو الآتي:
القاضي تأكد أنه نتيجة ممارسة تنظيمات البككة من أجل تأسيس دولة كردستان المستقلة على أراضي تركيا، وأنها بدأت بالعمليات المسلحة، وأن هذه العمليات خلفت وراءها أكثر من 30,000 قتيل من حراس الحدود والمدنيين، وهذا الموت والقتل صدر عن التنظيمات التي كنت تقودها، وأنها كانت بأوامري، وهذا واضح بالنسبة لنا. أجلان، نعم أنا مؤسس تنظيمات الباكاكا، كما أني قدت هذه التنظيمات، وأنها بدأت بالكفاح المسلح في الأراضي التركية بداية تحت قيادتي. في البداية كنا نقول بتأسيس دولة كردستان، وهذا أيضا صحيح، غير أنه خلال عمليات الأحداث وصلت لقناعة أنني لا أسعى لتأسيس دولة كردية مستقلة، بل لتوحيد الكردي أسوة بباقي الشعوب المشاركة في بناء الجمهورية التركية والتمتع بالحرية والعيش المشترك. وانطلاقا من هذا الأساس المومئ إليه، يكون باستطاعتهم العيش معا وفق حريتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وأنا ممن كان يستاء كثيرا من الذين يحرقون أنفسهم، بل أدينها وأؤكد بشدة أنه ينبغي عليهم نبذ هذه الممارسات. القاضي، قلت في برنامج على مات تي في يوم 13 كانون الأول 98، لو تم حرق شيء فلا ينبغي أن يكون الجسد المبارك، بل يجب عليكم إحراق الناس والمؤسسات التي تحرقكم. قلت هذا الكلام خلال البرنامج. بعدها قامت ناشطة تدعى حمدية كابان باسم الحركي بروار بتنفيذ عملية انتحارية استهدف سيارة عسكرية تقل أفراد القيادة الأمنية للجندرمة في وان. العملية أسفرت عن جرح وإصابة 14 عسكريا وعشرة من مواطنينا وموت مواطن مدني. أليس كلامك هذا؟ لا تحرقوا أنفسكم، بل أحرقوا من أحرقكم على نقيض فكرك حول منطلق الحرية والعيش المشترك؟ وجلان، نعم قلت على مات تي في أحرقوا من قام بحرقكم ولا تحرقوا أنفسكم، وهذا كلامي، وأعرف أن قولي هذا نقيض التعايش المشترك، غير أني كنت آنذاك في ظرف عصيب ولم أكن أقصد بالهجوم على قوى الأمن التركية. والحق أني تحدثت مع المسؤولين المحليين الذين نفذوا هذه العملية وطلبت منهم عدم تكرار مثل هذه العمليات، وقد أصدرت أوامري هذه، أي عدم مهاجمة القوات الأمنية التركية لقياديتنا المحلية لمنطقة هكاري المعروفة باسمها الحركي بلاشين. والحق أني لا أعرف هوية بلاشين الحقيقية، وكذلك قلت بأني أصدرت تعليمات عامة حول هذا الموضوع بالكف عن العمليات الانتحارية. القاضي، تقولون أنه وبعد هجوم حمدية كابان على مركز الجيش بمدينة وان تحدثت مع القيادية المحلية بلاشين وأنكم أصدرتم أمرا بعدم تكرار مثل هذه العمليات والهجمات، غير أنكم بعد هذا التاريخ وخلال كلمة لكم على مات تي في في 25 كانون الأول 98 قلتم هكذا تتطور هذه العمليات وكذلك ستتطور الأوضاع في كبرى المدن التركية. أقول لو لم ألحق الأضرار بالمدنيين بهذا الشكل وأفجر وسط المجاميع الاحتلالية، سوف يقومون غدا بتفجير أنفسهم وسط الأتراك الداعمين للحكومات الفاشية، وعلى هذا المنوال ستحدث المئات من التفجيرات. وبعد كلامك هذا، ألقت مديرية أمن إسطنبول يوم 15 كانون الثاني عام 99 القبض على يوجل لكباي، وهو يحمل هوية مزورة باسم آدم لكباي وزكي بالج. ولد التحقيق معهم اتضح أنهم كانوا يتحضرون لعمليات انتحارية بثمانية متفجرات TNT محلية الصنع وثلاثة قنابل يدوية الصنع وستة قنابل من نوع TG7 المضادة للأفراد وعدد من القذائف. وجلان، نعم قلت خلال برنامج على مات تي في يوم 25 كانون الثاني عام 98 ما قلتم لي. فبعد اعتقالي في إيطاليا تم التضييق علي كثيرا وسمعت خبرا بأنهم سيأكلوننا أحياء ورويدا، فقلت هذا بحذر وحساسية شديدة، غير أنه بعد هذا الكلام لم أصدر أي أوامر بتنفيذ مثل هذه العمليات.